تريد ريد النوب لك لمهري. لا تزال قضية زواج الممثلة والفنانة الكويتية هند البلوشي والفنان العراقي علي يوسف تشهد الكثير من التطورات المفاجئة، كان آخرها إعلان علي اعتزاله الفن والغناء طالبا من الله العفو والغفران. وأعلن علي يوسف قرار اعتزاله عبر صفحة رسمية على إنستغرام قائلا: أعلن اعتزالي الفن والغناء وأطلب من الله العفو والغفران، وحرص على منع خاصية التعليقات تماما كي لا يتلقى مزيدا من الانتقادات. ويأتي إعلان علي يوسف هذا بعد أن أحرجه مشهور سناب شات السعودي ريان جيلر الذي كشف عن عقد زواج علي من هند البلوشي، وهو الأمر الذي وضعه في مأزق خصوصا بعد إنكاره المتكرر للزواج. بعد ما نشرت وثيقة الزواج سوالي أنفولو حبلا ردة ما يشرفني صداقة ناس. وكان يوسف قد شكك في عقد زواجه بالفنانة الكويتية هند البلوشي الذي نشره أيضاً الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون قائلاً بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات التي نشرها: أنا مبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات، وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى. ما كفاك ذاك القهر اللي بحياتك. ومن ناحية أخرى كانت صدمت الممثلة هند البلوشي المتابعين بحديثها عن سبب إعلانها زواجها من علي يوسف، مشيرة إلى أنها كانت حامل منه وهو رفض الاعتراف بالطفل، الأمر الذي أجبرها على إعلان الزواج. هذا وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب. عقد الزواج اللي أنت تنكره وعقد الزواج اللي أنت تقول مو شرعي. وقالت في مقطع فيديو لها عبر إنستغرام: كفاية يا علي يوسف، كفاية يا ابن الأصول، عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي، إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك وراح آجي بغداد وارفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير.